ايوه الشهاده باسم مين حضرتك؟ لا لا انا امنيه بنتي، امنيه بنتي اخذت الشهاده. ايوه دي امنيه نجحت ما شاء الله عليها وجايبه 95% ما شاء الله طالعه من الاوائل. دلوقتي امنيه بنتي فين؟ عم احمد بره قال لي اللي هي مشت من ساعتين وما يعرفش دخلت تاني المدرسه ولا لا. انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضلي. انا واثقه ان انا هنجح واجيب 100 من 100 عشان وعدت ماما ان انا اجيب 100 من 100 واطلع دكتور. ماشي يا امنيه. وانا برده وانا برده هجيب 100 من 100 وانا كمان هجيب 100 من 100. جاهزين للنتيجه؟ جاهزين. مكه محمد. نعم. 80% مبروك. غزل محمود. انا 85% مبروك يا فيروز. احمد. نعم يا ميس. 90% يا فيروز. انت عارفه يا امنيه انا ماما قالت لي لو انت نجحتي هجيب لك عجله. يلا امنيه صالح. انا 95%. الف الف مبروك يا امنيه. انت كده من الاوائل يا حبيبتي. الف مبروك. جدع يا امنيه. الف مبروك. كيف ازاي يعني؟ لا 95% ازاي؟ ازاي بس؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ما غلطتش ولا غلطه في الامتحان، انا واثقه ان انا حليت كويس وانا وعدت ماما ان انا اجيب 100 من 100. ازاي انا اصلا يعني؟ انت كده ناجحه وطالعه من الاوائل. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، اكيد في حاجه غلط والنبي عشان خاطري خليهم يصححوا لي ورقتي تاني والنبي عشان خاطري والنبي. بصي يا حبيبتي لو عايزه تصححي ورقتك تاني خلي ماما تيجي تقدم طلب لاداره المدرسه وراجع امتحانك تاني. انا غلطت ازاي طيب؟ انا اعمل ايه؟ اروح لماما ازاي ولا بقى وش طيب؟ يا حبيبتي دي مامتك هتفرح بيكي جدا. يا امنيه يلا بينا عشان نفرح ماما. يلا يا امنيه. يلا يا امنيه. انت هتيجي معانا ولا لا؟ انا مش عارفه اروح لماما. يا امنيه براحتك. يلا يلا. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اقول لماما ايه؟ انت علينا ليه؟ انا انا لا يا حبيبتي انت كده نجحتي. ماما هتزعل مني. ماما هتزعل مني. دي من الاوائل، ايه اللي مزعلها؟ يا استاذه امنيه مش عارفه اقول لماما ايه. انا مش عارفه اقول لها ايه. يا استاذه امنيه فين الحلاوه بتاعتي؟ مبروك النجاح. الحلاوه بتاعتي. هتزعل مني قوي. هتزعل مني قوي. يا استاذه امنيه الحلاوه بتاعتي يعني وانت داخله يعني يا استاذه امنيه؟ ازيك يا عم احمد عامل ايه وضحكتك قد كده وانت طالعه عشان ناجحه؟ استغرب من الحلاوه بتاعتي يعني. اعمل ايه؟ انا مش عارفه مش عارفه. مالك بس يا حبيبتي؟ ايه اللي مزعلك كده؟ انت ليه زعلانه كده؟ في ايه؟ مالك بس احكي لي بالراحه. مالك يا دانت؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا في النتيجه بتاعتي جبت 95%. طيب ماشي. طيب مالك؟ طب انت زعلانه ليه دلوقتي برضو؟ انا مش فاهمه. عشان انا كنت موعده ماما ان انا اجيب 100 من 100 وما جبتش 100 من 100. طيب بصي مع اني متاكده والله العظيم ان انا جبت 100 من 100 وما غلطتش ولا غلطه. طيب طب انا قلت لهم رجعوا لي الامتحان بتاعي تاني، ما فيش حد رضى. طيب خلاص خلاص يا حبيبتي. بس انت ليه زعلانه كده ووشك اصفر كده من كتر الزعل؟ خايفه. طيب لماما. معلش يا حبيبتي ان شاء الله مش هتعمل لك حاجه. بس انت في مدرسه ايه؟ انا في مدرسه الجمل. ايه ده مدرسه الجمل؟ ايوه. انت عارفه المدير بتاعها ابن عمي؟ بجد والله؟ ايوه يا حبيبتي طبعا. يعني انا ممكن اخليه يصحح لك الامتحان ده من اول وجديد وان شاء الله هتجيبي 100%. بجد؟ ايوه طبعا يا حبيبتي. شكرا يا سنتر. ربنا يخليكي. بس انا بقى عايزه اطلب منك طلب بقى. اتفضلي. خدي بقى اشرب العصير ده عشان انت وشك اصفر خالص من كتر الزعل، وانا بصراحه مش متحمله اشوفك كده، انت زي بنتي برضو. مش عايزه والله العظيم اشرب عصير. خلاص بقى مش هخليه يصحح لك الامتحان. لا لا والنبي خلاص. طب يلا اشرب عصير حاضر. عشان انا زي ماما برضو. ايوه زي ماما طبعا. سايبه قوي يا طنط. شكرا. يلا. ربنا يخليك يا رب. يلا حبيبتي اهو انا هشرب عصير اهو. برافو. طنط بس بس بس. مالك مالك؟ في حاجة ولا إيه؟ لا 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 ما فيش أي حاجة. ده أنا بنتي بس جابت درجة وحشة في الامتحان فزعلت يعني تعبت شوية بس. طب واحدة واحدة عليها. طيب أصل أنت مش فاهم حاجة، حضرتك باباها شديد جدا وهي خايفة جدا جدا من باباها ومرعوبة منه. بتفضلي دي طفلة برضه واحدة واحدة عليها. معلش الحمد لله إن شاء الله ههديها. أنا هتصل بيها عشان يجي ياخدنا حالا.
ان شاء الله تعوضها السنه الجايه. يا رب يا رب ان شاء الله. طب انت مش محتاجه اي حاجه؟ شكرا ربنا يخليك بجد والله. انت شبه اختي بالظبط. ربنا يخليك والله. شكرا لذوقك. اتفضل اتفضل. الو يلا تعالى بسرعه. ايوه انا جاهزه يلا بسرعه. يلا انزل ساعدني مش قادر اشيل البنت هتقع مني. هاتيها يلا على مهلك يا ابني. مفيش كاميرات اطمن انت خايف على نفسك. انزل انا خدت بالي من كل حاجه. متاكده مفيش كاميرات؟ ايوه متاكده. يلا بسرعه يلا. ماشي يلا بالراحه بالراحه بالراحه. نفسي اعرف يا امنيه ما بترديش عليا ليه بس؟ وتاخرتي قوي عليا. كل سنه بروح اجيب معاكي النتيجه. نفسي اعرف ما رحتش ليه معاكي السنه دي. يا ريتني رحت. لما اروح اسال مكه صاحبتها اكيد ممكن تكون امنيه راحت قعدت معاها شويه. اكيد لما اروح اطمن عليها. طنط ندى ازيك يا مكه عامله ايه؟ الحمد لله. يا امنيه فين يا حبيبتي؟ بصي يا طنط انا نجحت وجبت 80% يا طنط. شايفه يا طنط انا فرحانه قوي ومبسوطه. انت عارفه يا طنط بابا قال لي اللي هو هيجيب لي عجله. مبروك يا مكه. امنيه فين يا حبيبتي؟ انت عارفه يا طنط بابا هيجيب لي عجله بس انا مستنيه يجي من الشغل بس يا طنط. ماشي يا طنط مبروك. امنيه بنتي فين بقى؟ بصي بقى يا طنط حل كله صح. انا مبسوطه وفرحانه قوي. برافو عليكي يا مكه. امنيه فين والنبي يا مكه؟ انت عارفه انا بابا وماما شايليني من على الارض يشيل وفرحانين بيا. بس بابا بقى هيجيب لي عجله مستنياني يجي من الشغل. انا عايزاه يجي دلوقتي يا مكه عشان خاطري. امنيه فين؟ بصي يا طنط انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا وفيروز وغاده تمام كنا واقفين في المدرسه والميس وزعت علينا النتيجة فأمنية ايه جابت 95%. طب الحمد لله. وبعدين أمنية بقى ايه طنتها زعلانة وعمالة تعيط. راحت الميس قايلة لها زعلانة ليه يا أمنية؟ ده انت طالعة الأولى على المدرسة وجايبة 95%. ده انا اللي جايبة 80% ما زعلتش. هي تزعل ليه بقى؟ ليه يا حبيبتي؟ انت عارفه انا عايزه اعرف امنيه فين. ما هحكي لك اهو جايلك في ماشي الكلام. ماشي ماشي. فلما المس قالت لها ان انت طالعه الاولى على المدرسه راحت امنيه تانية تقول لها طب والنبي انا اول متاكده ان انا حاله صح. طب ينفع بس تخليني اراجع الامتحان كله كله؟ وتانيتها تستحيل على المس والمس تقول لها ما انت شاطره وما ينفعش بقى ان انت تراجع الامتحان. فانا بقى وفيروز وغزل سيبنا امنيه ومشينا. فمش عارفه بقى امنيه تانيتها واقفه ولا ماشي. يعني انتوا سبتوها في المدرسه ومشيتوا؟ ايوه بس ما اعرفش بقى راحت فين. اكيد لسه واقفه في المدرسه. مش عارف لما اروح اطمن عليك. مفيش. مبروك يا طنط. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. انا بقى لما بابا يجيب لي العجله هغيظ صحابي اقول لهم بابا جاب لي عجله. ازيك يا عم احمد؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذه؟ اتفضلي. امنيه بنتي فين؟ امنيه بنتي لسه في المدرسه هنا ولا مشيت ولا ايه اللي حصل؟ حضرتك ام امنيه؟ ايوه ايوه. ازيك؟ اصل انا مش واخد بالي منك. معلش يا استاذ اولياء الامور النهارده داخلين طالعين ياما قوي. معلش. لا ولا يهمك انا عايز اطمن على امنيه. بس انا زعلان من امنيه والله. ليه والله زعلان منها. ايه اللي حصل؟ قالوا هي داخله الصبح تمام قالت لي يا عم احمد لو نجحت هرضيك وهديك الحلاوه تمام. طالعه بالنتيجه قلت لها الحلاوه يا استاذه امنيه الحلاوه. يعني هي ماشيه يا استاذه امنيه الحلاوه. اخذت بعضها وما رضتش ترد عليا خالص. يعني هي طلعت من المدرسه؟ ايوه طلعت من المدرسه. لسه طالعه بقى ولا مشيت ازاي ولا عملت لا ايه؟ لا ده الكلام ده من امتى؟ ساعتين كده ساعتين ونص يعني. امنيه طلعت من المدرسه بقى لها ساعتين؟ اه. هكون راحت فين طيب؟ طب انت ما شفتهاش داخله تاني المدرسه طيب؟ داخله تاني المدرسه؟ لا انا ما خدتش بالي بصراحه. حسيت الطلاب رايحين داخلين طالعين داخلين ما خدتش بالي يمكن دخلت ولا لا. يا رب. بس انا بامنك امان الحلاوه بتاعتي. مش هطمن على امنيه. انا خلي بالك انا زي ابوها يعني والله. ده عشم يعني. انا بطلب الحلاوه عشم يعني. طيب والله. طيب بس ينفع ادخل اطمن عليها في المدرسه؟ اجيب جول المدرسه اكيد صح؟ بس الحلاوه بتاعتي انا عليك. الله يخليك. الله يخليك يا ام امنيه. يا رب تشوفيها يا دكتوره وتفرحي بيها كده. نسر
ايوه ايوه الشهاده باسم مين حضرتك؟ لا لا انا امنيه بنتي امنيه بنتي اخذت الشهاده. ايوه دي امنيه نجحت ما شاء الله عليها وجايبه 95% ما شاء الله طالعه من الاوائل. دلوقتي امنيه بنتي فين؟ عم احمد بره قال لي اللي هي مشت من ساعتين وما يعرفش دخلت تاني المدرسه ولا لا. ايوه انت انت ما شفتيش امنيه بنتي هنا؟ ايوه كانت عندي هنا من ساعتين واخذت الشهاده بس هي كانت زعلانه جدا عشان هي كان نفسها تجيب 100% وقالت لي انا عايزه اراجع الامتحان. قالت لها خلاص جيبي مامتك وهي راحت على اساس ان انت هتيجي هنا تقدمي لها طلب وترجعي لها الامتحان بس هي كانت زعلانه جدا جدا عشان ناقصه 5%. طب الاقيها فين؟ طيب انا قلقانه عليها. هي ممكن تكون بتلعب مع صحابها ولا حاجه. سالت صحابها كلهم ومحدش عارف هي فين. طب هتكون راحت فين؟ طيب ما اعرفش انا عايزه اطمن على بنتي. والله انا ما اعرفش حاجه والله. ربنا يطمنك عليها يا رب ان شاء الله هتلاقيها. يا ترى رحتي فين يا امنيه يا بنتي؟ يا رب سلم يا رب ان شاء الله هتلاقيها. ربنا يطمنك عليها يا رب. فين؟ انا حالف عليها في الشوارع كلها. ربنا يطمنك عليها يا رب. يا رب اعمل ايه يا رب؟ اتصرف ازاي طيب يا رب؟ انا هكلم جوزي هو اللي يتصرف. الو ايوه يا احمد الحقني يا احمد. امنيه بنتي راحت تجيب النتيجه ولسه ما جاتش لحد دلوقتي بقالها ساعتين ونص مش لاقياها. سالت اصحابها كلهم ورحت المدرسه سالت عليها كله قال اللي هي جابت النتيجه ومشيت مش عارفه اتصرف اعمل ايه. امنيه بنتي ضاعت كده ولا انا مش عارفه ادور عليها فين؟ لفيت عليها الدنيا كلها. تعالي لي بسرعه عند المدرسه. تعالي في حاجه يا استاذه ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه. انا شبه اخوكي بالظبط لو في حاجه ممكن اساعدك بيها. في ايه بس؟ بص حضرتك دي صوره امنيه بنتي. المدرسه قالت لي هي جابت النتيجه من ساعتين ونص وانا مش لاقياها. دورت. ايوه انا شفتها من ساعتين. شفتها فين بقى وانت؟ كانت واقفه هنا مع مامتها. مامتها ايه؟ انا مامتها. انت مامتها؟ مين اللي كانت واقفه معانا؟ مش شبه حاجه. كانت واحده كده لابسه بلطو ابيض وطرحه بيضه. قالت لي هي مامتها وهي كانت ليا كانت زعلانه عشان درجة جايبه درجه وحشه في الامتحان ومستنيه باباها. امنيه كانت واقفه معاها وقالت ان هي مامتها. كان مغمى عليها. امنيه بنتي كان مغمى عليها وكان معاها عصير كمان. طب هي اخدتها ومشت ازاي ولا عملت ايه؟ يعني دي بنتك انت؟ ايوه والله يا امنيه بنتي انا. اتصرف ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ الست راحت فين ولا جت منين؟ انا والنبي قول لي بنتي في ايه؟ روح اعملي محضر في القسم. هي ممكن تكون امنيه بنتي حصل لها اي حاجه والنبي قول لي امنيه بنتي حصل لها اي حاجه. ان شاء الله هتلاقيها. لو عايزاني كمان اشهد معاكي اجي اشهد معاكي. تعالي اشهد معايا. انت المشكله اللي هنا مفيش كاميرات. مفيش كاميرات هنا؟ لا بس انا هاجي معاكي القسم واشهد معاكي ما تخافيش. تعالي بسرعه معايا. تعالي تعالي يا امنيه. تعالي تعالي يا امنيه. يا امنيه يا حبيبتي ردي عليا والنبي قولي لي بس انت فين؟ رحتي فين طيب؟ لا طب انت اكلتي؟ طب بتاكلي ولا انت اللي حصل لك؟ ردي عليا ليه بتبيتي بعيد عن حضني يومين؟ يا امنيه ارجعي لي عشان خلاص مش انت بتحبيني. انا بحبك يا امنيه. ارجعي لي تاني يا امنيه عشان خلاص. يا عم احمد. نعم يا استاذه سلمى. هي امنيه لسه ما رجعتش لمامتها؟ لا لسه ما رجعتش. وكمان سمعت اللي هم عملوا محضر اللي هي اتخطفت. قال له استاذ محمد اللي جارنا هنا. ايوه شاف واحده وهي بتشربها عصير وقالت لاستاذ محمد اللي هي مامتها. ايوه وهي بقى من ساعتها كده اهو واقفه جنب الصور عماله تكلم الصور. ربنا يطمن على بنتها يا رب. بالله عليك روحي واسيها امانه عليك. ماشي يا عم. صعبانه عليا والله. يا حبيبتي طمنيني عليكي. انا امك يا امنيه. طمنيني عليكي والنبي. يا امنيه يا امنيه. ايوه يا امنيه تبقى لك يومين كده واقفه قدام المدرسه. روحي ارتاحي شويه. طيب انت عايزين انا اروح ارتاح؟ عايزيني احط دماغي كده على المخده وانا ببقى مرتاحه وبنتي بعيده عن حضني وانا عارفه في اليومين دول اكلت ولا شربت ولا بيعاملوها ازاي ولا مين اللي اخدها ولا هي عايشه ازاي اصلا؟ بس ايه انا عايزه بنتي والنبي. ان شاء الله هترجع لك يا حبيبتي. ان شاء الله هترجع لك. بس هترجع لك. ربنا يطمنك عليها. ابوها ادور عليها من هنا. خلاني من هنا ماما من هنا. ما حدش لاقيها خالص. قولي لي اتصرف ازاي؟ هترجع لك. ادعي بس ربنا وهي هترجع لك. تعيد يا رب والنبي يا رب. عايزه امنيه تيجي تاني بحضني يا رب يا رب. انا مش عايزه حاجه من الدنيا غيرها. ارجعي لي يا امنيه. مش انت بتحبيني يا حبيبتي؟ ربنا يطمنك عليها يا رب. بس اهدي يا امنيه.